أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تقارير حديثة من الصحف المحلية والعربية والدولية، ونقدم لكم تحليلا معمقا للقضايا التي تهم مجتمعنا والعالم. من صحيفة العالم الجديد نبدأ ونبحث في أدوار يونامي المنتهية ولايته في العراق. التقارير تشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة قد كانت مجاملة للسلطات العراقية على مدى 20 عاماً دون تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطية. هناك انتقادات خاصة للمبعوثة الأممية جيني هنسبل أسخارت حين وصفها مراقبون بأنها شاهد زور لصالح السلطات، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية البعثة في منع الأزمات. بالحديث عن دور آخر مبعوثة أممية وهي جينين بلاسخارت، يتابع البيدر بالمقارنة مع المبعوث السابق يان كوبيتش وهو دبلوماسي سلوفاكي، فقد كانت أكثر تدخلا وتفاعلا مع الأزمات، وأداؤها كان يجامل النظام السياسي، لافتا إلى أن كل الأخطاء التي حصلت لم يتم إيصالها إلى العالم، وربما هناك توصية دولية بالحفاظ على هذا النظام السياسي. لكن بالمجمل وجود يونامي منع الكثير من الأزمات التي كانت تعصف في البلاد. وقضت بلاسخارت 5 أعوام من العمل في العراق، لكن أدوارها كانت مثيرة للجدل، فقد وجه مراقبون جملة من الانتقادات الحادة حول طبيعة عملها، حيث انتقد سياسيون وباحثون في الشأن السياسي فضلا عن مدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمل بلاسخارت، مؤكدة أنها كانت شاهدة زور لحساب السلطات العراقية ولم تكن نزيهة أو منصفة مع الشعب العراقي، فيما حملها البعض الآخر مسؤولية الدماء التي هدرت في تشرين عام 2019. وإلى تقرير من وكالة شفق نيوز يناقش بيان منظمة هيومان رايت ووتش الذي أثار القلق العميق حيال خطط الحكومة في العراق لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان. التقرير يحذر من أن إغلاق هذه المخيمات قد يعرض سلامة النازحين للخطر، حيث أن مناطقهم الأصلية مثل سنجار لا تزال تفتقر للأمن والخدمات الأساسية. توجه الحكومة لإجبار النازحين على العودة دون توفير الضمانات الأمنية اللازمة يمثل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية. هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطواعية، ونظرا إلى نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة، فإن الحكومة تخاطر بمفاقمة الوضع السيء أصلا. إن العوائق الرئيسة أمام عودة النازحين هي تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم وتأخر إعادة الإعمار والوضع الأمني غير المستقر وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم. لا أحد يريد العيش في مخيم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة ليس حلاً مستداماً للنزوح. ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي حق المواطنين في كل من الصحة والتعليم والسكن والمستوى المعيشي اللائق، وتنص المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي على أن تدفع السلطات المختصة تعويضات وغيرها من أشكال التعويض المناسبة للنازحين عندما لا يكون استرجاع ممتلكاتهم خياراً ممكناً، كما تنص أيضاً على أن تزودهم السلطات بالمستوى الأساسي للمأوى والسكن. في مقال لإبراهيم المشهداني في صحيفة طريق الشعب، تمت مناقشة استراتيجية السياحة في العراق والتحديات التي تواجهها. ويظهر التقرير أن العراق يمتلك مقومات سياحية متعددة تتراوح بين الدينية والثقافية والبيئية، لكن التقدم في هذا القطاع يعوقه عدة تحديات. أهم هذه التحديات هو الوضع الأمني الذي يؤثر على استقطاب السائحين، إضافة إلى البنية التحتية السياحية الضعيفة ونقص الاستثمارات في هذا القطاع
والمقال ينتقد أيضا بشكل خاص الحكومة نتيجة فشلها في استغلال السياحة الدينية بشكل فعال، حيث يزور العراق عدد كبير من الزوار لأغراض دينية دون أن تستفيد الدولة من هذا الإقبال بشكل مادي. من الضروري ونحن نتحدث عن أهمية السياحة في تدعيم مصادر الدخل الوطني التوقف الجاد عند أهم التحديات التي تحول دون تحسين السياحة في العراق، وفي مقدمتها العامل الأمني الذي يعيق اندفاع السائحين بسبب ما تنقله وسائل إعلام عالمية من انتشار السلاح لدى فصائل شبه عسكرية وعصابات إجرامية، ومثال ذلك تحذيرات أمريكية لمواطنيها من السفر إلى العراق، وإلى ذلك تذهب حكومات دول غربية في تحذير مواطنيها لنفس الأسباب باستثناء بعض المغامرين الذين تحظهم روح المغامرة والفضول على الاطلاع على المعالم التاريخية، والتحدي الأهم الفشل وضيق الرؤية في الاستثمار المفيد للسياحة الدينية، وهي الأوسع انتشاراً على امتداد أشهر السنة بدون أذونات الدخول وخاصة من دول الجوار، فإن الإيرادات المتأتية من هذا النوع من السياحة تكاد لا تذكر بسبب التساهل المفرط مع الداخلين الزائرين بدون أي رسوم، هذا إذا أضفنا ميزات النوم والإطعام المتوافرة بالمجان. أما العائق الآخر الذي يستدعي الإشارة فيتمثل بترد البنية التحتية السياحية في النقل والطاقة والماء والإعلام القاصر في الترويج لجذب السائحين. إلى صحيفة وول ستريت جورنال، نشرت تقريرا يفيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمضي قدما في صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار. هذا الإعلان يأتي بعد أيام فقط من قرار البيت الأبيض تعليق شحنة قنابل استجابة للخطط الإسرائيلية لهجوم على رفح. الحزمة الجديدة تشمل ذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون، وعلى الرغم من معارضة مسؤولين أمريكيين لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، لم تظهر إدارة بايدن معارضة حقيقية سوى من خلال تأخير شحنة القنابل. قال المسؤولون إن أحدث حزمة أسلحة تشمل احتمال نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية و60 مليون دولار من قذائف الهاون حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. يشكك قرار المضي قدما في تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل في حجم الخلافات المزعومة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم على رفح، وقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن معارضتهم لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في المدينة، قائلين إن ذلك قد يؤدي إلى خسائر بشرية واسعة النطاق في صفوف المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في غزة، لكنهم لم يسجلوا معارضتهم حتى الآن إلا من خلال حجب شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 رطل. وقال سيث بلندر الخبير في مبيعات الأسلحة الأمريكية في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط وهو معهد سياسي في واشنطن، إن قرار البيت الأبيض بالمضي قدما في حزمة أسلحة جديدة كبيرة لإسرائيل بعد أيام فقط من وقف الشحنة المعلقة قوض محاولته للضغط على إسرائيل لإعادة النظر في إدارة الحرب. في تقرير نشرته صحيفة التايمز يعرض كيف يستغل رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي هدم المساجد لتعزيز شعبيته، مما يظهر استهدافا مباشرا للمجتمع المسلم في الهند. المعبد الذي تم بناؤه حديثا في أيوديا أقيم على أنقاض مسجد بابري المدمر وأصبح رمزا بارزا في حملته الانتخابية. مودي يظهر نفسه كمدافع عن القومية الهندوسية ويعتبر أن أبناء المعابد فوق أنقاض المساجد يعتبر انتصارا للهندوسية. هذا التوجه يحفز أنصاره ولكن يثير القلق بشأن تزايد التوترات الدينية والطائفية في الهند. تعكس الدعوة القضائية الأحدث التي جرت على بعد 130 ميلاً في أيوديا، حيث افتتح مودي معبد رام الذي أقيم على أنقاض مسجد مزقه المتطرفون الهندوس في عام 1992،
وقد استخدم مودي أيوديا في حملته الانتخابية، حيث أشار للمسلمين بأنهم متسللون في رسالته الإحيائية للقومية الهندوسية. وهناك حالات أخرى في شمال الهند لهدم مساجد مغولية يزعم أنها بنيت على معابد قديمة، رغم القانون الذي يحمي أماكن العبادة التي كانت موجودة قبل الاستقلال عام 1947. مودي هو من وضع الأجندة ضد المسلمين، ومن هم في السلطة يعتقدون أن هذه هي الطريقة للبقاء في الحكم، ولكنهم يمزقون النسيج الاجتماعي لبلدنا، وأخشى أن يخرج الأمر يوما عن السيطرة. نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. شارك آلاف الفلسطينيين أمس الأربعاء في مسيرات ووقفات نظمت بمراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية لإحياء الذكرى السنوية 76 للنكبة، والتي حلت بالفلسطينيين عام 48 و900 ألف. وخلال تلك الوقفات رفع المشاركون العلم الفلسطيني وشعارات تؤكد على حق العودة، ولافتات تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وحرص بعض المشاركين على عرض مقتنيات أحضرها لاجئون معهم خلال التهجير، أبرزها مفاتيح البيوت التقليدية التي باتت رمزا لحق العودة. بعد متابعتنا لصحف اليوم اخترنا لكم هذا التقرير وبعناية، فلنتابع.
في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا وإلى اللقاء.